يقول لك خذ بنت الوصول لعل لازم بيك يطول، يقول لك بنت الاصل لو توكلها خبز حافي تسونك، ويقول لك الاصل حاشاك لو توكلها لحم كتافك تخونك. سي هذا ولا مثال صحيح؟ اكيد صحيح. مي تويك ظهر لي لا، ما عادش يتبعوا بنت الوصول تويك. شبابنا ما عادش، انا حاورت برشا شباب يقول لك بالحرف الواحد، يقولوا بنت الوصول، يقول يا اخي هي ويني بنت الوصول؟ ولا والاصل بالنسبه لي كيفاش يتمثل؟ الاصل هو يتمثل في الدين، خاطر الدين يقول تنكح المرأة لربع لمالها وجمالها ونسبها ودين، وظفر بذات الدين. اللي عندها دين عندها أصل. إذا كان أنت تو باش تلقاها من مش عارف شنو تلوج على الأصل، شنو هو الأصل؟ الأصل في الدين، أنا نرى الأصل في الدين وكاو. شبابنا اليوم ما عادش فركس على الأصل، ما عادش يهمه في الطفل شنو، ولا حتى الطفل ما عادش فركس على الأصل الراجل. واش عندها وكاو يلوج على الفلوس، خاطر الدنيا ولات مادة تو ولا غالب. هذا هو اللي قاعد يصير. باش يقول لك بنات الوصول قلوا، هما قلوا ولا هما شنو المشكله؟ وين المشكله؟ برشا بنات وصول، انا من نابل من بني خيار عندنا برشا بنات وصول، لكن هذوكم ما يظهروش وما يطلعوش، ومش مركز الشارع ومش مركز، ما يظهروش. ايوه هما يلوجوا على الحاجات الاخرى. اليوم سامحني، هذيك هي بيدها تلبس توب ومعناتها وهي حره امورها، هذيك هي بيدها باش تولي ام نهار اخر، هي بيدها باش تطلع معناتها جيل، هي بيدها باش مدرسه باش تربي صغار. اليوم على ان جيل نحكي، احنا تو جيل اللي طالع يربوا فيه هذوما، خو جيل متربي كيما ربتنا ماتنا، كيما احنا تو كيما اولادنا. لا يعني ديما فما فرق بين الاجيال، تحسها فما ديفيرونس كبيره بين الاجيال. يقول لك اذا لقيت زوج متفاهمين راهو درك على واحد. بصراحه في حالتكم انتم ما شاء الله درك على شكون، على كيتو على المدى. مره هك ومره هك، ولا مره هك ومره هك، حسب الظرف. يعني هاي المدام زاد تقول لك يا ميم على السلامه. يسلمك مرحبا. خذ بنت الوصول لعل زمان يطول، وانا كي قلت الكلمه هذه وتنهد وغزر لك كي وضحك. ان شاء الله نكونوا في المستوى. الحقيقه ما المعايير تبدل تويكا، معايير الراجل كيفاش يغزر للمراه، ومعايير المراه كيفاش تغزر للراجل. اما بالطبيعه كي نردوا كل شيء الاصل اللي هو الدين، الحمد لله يا ربي تظفر بها. والحقيقه انا ما نقولش المعايير حسب اللبسه، خاطر صحيح ممكن اللبسه اختلفت، وانا بنتي نفسها انا هاني مدينه وهي مش مدين، ونجم نقول بنتي خايبه، مش نقول بنتي خايبه. انا نحفظ في القران، هي تقرا ما تحفظش، ما نجموش نقولوا اللي اللبسه هي معيار الطفله. الدين لكن سامحني، الولد الذكي اللي يختار طفله اكيد كي يقعد معها باش يميزها. اللبسه عمري ما تشكل الشخصيه، راهي صحيح نتبعوا الموضه اما انت كي تدخل للدار وتنظر للعائله، تنظر للبو، تنظر للام، اكيد فيسا باش تاخذ فكره باهيه على الطفله. اما سامحني اللي ياخذ طفله كيما من شارع ويقعد معها في قهوه ويقول بعد تمشي نخطبها وغير ما شاف البو ما شاف الام، اكيد غلطه كبيره. فهمت؟ دونك حتى الولد عنده دور، والطفله كيف جيت تختار راجلها عندها دور زاده، كيش تقعد معاه باش تشوفه ساذج تافه سطحي، ولا تشوفه ولد عائله ويغزر القدام يخمم في تاسيس عائله، مش يخمم كيف باش ياخذ طفله نغدروا المانكان احنا. دونك الحقيقه ما نوقفوش الحكايه كان عند اللبسه، اعمق برشا الحكايه سورتو كي توصل للارتباط، اعمق بياسر من اني نشوف طفله تمشي في الشارع. مواصفات بنت الوصول كي تقول مواصفاتها، يقول برشا يقول لك لازمها تصبر مع راجلها في المر قبل الحلو، معناتها لازمها تضحي معاه. الحقيقه ما نوصلوا للصبر وللحكايات هذوما، هاني قلت لك فما معايير ولادي اختار عليها والطفله تختار عليها، خاطر الحقيقه ما تنجمش. هي ديجا فتره الخطوبه علاش كي نقولوا تولي موين من 6 شهور العامين باهي هكاك، خاطر فما برشا امتحانات واختبارات يدخل فيهم الولد كيما تدخل فيهم في الطفله. اذا سامحني انت تشوفني اليوم ولو حكيت مع بابا وامي، وانا حكيت مع عائل هذاك في قاعده واثنين وثلاثه، باش نفهم انا الطفله شنو مستواها، ولا الولد شنو مستواه، وينضرب شي يساندني. ما حتى نمر بشويه اختبارات في الدنيا، حتى ناخذون اسئله العائله، اسئله الدار، باش يظهر الانسان وقتها في معترك الحياه كيفاش شنو هو. امن ثم ما شاء الله ما تلاقيكم قداش زواج؟ 30 احنا تويك الحمد لله ان شاء الله. اللهم بارك وما تولي تفرش فينا. قلت 30 سنه معناتها بازر باللوجيك راهو صارت فيكم تقعد بالله باهي، هون ماكش تتجاوز وك الازمه هذيك. شكون لازم يطيح المراه المثاليه كيفاش تتصرف، بنت الاصل كيفاش تتصرف، وبعدها نجيك انت تقول لي ولد الاصل في الحاله هذه كيفاش لازم يتصرف. نبدا بك. احنا قلنا حسب الموقف، ساعات الموقف يستحق الراجل باش ياخذ هو كما نقولوا الحكم ولا الديسيزيون. ساعات المراه
اما الحاجه المهمه برشا اللي كي الراجل ياخذ ديسيزيون يلقى المراه في ظهره، المراه كي تاخذ ديسيزيون تلقى راجلها في ظهرها. عندك العنصر المؤازره هذاك مهم برشا بين المراه والراجل، اللي يبنيه الراجل ما يلزمش المراه تهده ان شاء الله حتى في كلمه مع صغيره. كيف كيف نرى المراه زاده كي تاخذ موقف ولو حتى يبدا غلط، ما تهينهاش، ما تطيحش من كرامتها، تحترم. وبعد عنا دار وعنا محيط نحكيوا فيه، وبحول الله نتجاوزوها الازمه هذيك بشويه الصبر مزوز. يقول لك اكثر حاجه لطف رب اللي تدخل بين كوبل تهلك كي تبدا المراه تعاود لعائلتها اللي يصير الكل، والبو يبدا كيف يعاود زاد عائلته اللي يصير في العائله الكل، هذيك ما حاجه اللي تساهم باش تدمر السريه. هذيك حاجات اسس يلزم الكوبل يتفاهموا عليها قبل حتى ما ندخلوا في معترك الحياه، فهمت؟ وهذيك حاجات ينجم يكشفها زاد الوليد في فتره الخطوبه والطفله وتصير. ما ظهرليش ما فماش مواقف تصير بالطبيعه يصير. هو يقول لك المراه اللي تحافظ على رجلها ما شاء الله ابار هي متاسسه لازم تكون معناتها راهي مراه ذكيه برشا، هكا تعرف وقتاش تناقش، ما يجيش يبدا هو من الخدمه تقول له اسمع راهو جاتك ورقه الماء، جاتك ورقه الضوء، هوني خليه هو باش يجاوبني. مسيو المدام من نوع عظيم ولا تروح تلعب تقول لك جاتك ورقه الضوء جاتك ورقه الماء، ولا تختار الوقت المعين. لا ما يجيني ميساج في تليفوني امور مريقله ما ترى شيء من الامور هذه. حاجات عليه فرضاً ما تقول انت واحد نرفز الدار اذا عندها حاجه باش تقولها لك، تحاول كيفاش ما تطرق تلطفها باش توصل لك المعلومه. تولي تعرف هي كي تنظر لي تعرفني انا جاي شيخ جاي متغاشي جاي كنت في ظروف، هي تولي تميز عاد مراه ذكيه تولي تعرف راجلها شنو، مش للدرجه معناتها انا من الداخل منرفز باش تعرض لي بدرجه شنو. مثالية برشا راهو باش نقولوا احنا ناس مثاليين ولا غيرنا، ولا المثاليه راهي مش موجوده ان شاء الله في الجنه بحول الله. اما هنا كي توصل زاد امراه 70% راجل 70% يا سيدي نقولوا 60% مش حاجه كمال لله راه. اما زاد فما عنصر مهم الحقيقه الحب زاد مهم، كي تاخذ زاد راجل تحبه مع تكمل انت حاجات اخرى كما نحكيو الدين والعشره الطيبه، والوقت صدقني حتى الاصل وقتها يتخلق. تولي عندك راسي عند راجلك، هو عند واللي عنده رصيد عند مرته. انا باش نعرضك شويه، انت قلتي الحب حاجه اساسيه لازم تكون موجوده في العلاقه باش العلاقه تنجح. ما برشا عباد صورتهم ما شاء الله 40 سنه 50 سنه عرس، يقول لك ماذا كي تعرفنا بعض ما كانش فما حب، ولكن بدات بالعشره بدات بالموده بعد تزرع الحب. الحب معناتها يقول لك مش حاجه اساسيه باش تبدا بها العائله، يقول لك الاقدار الاحترام بعد يجي الحب. يقولوا حب ما فما قبول اموا من الطرفين بالطبيعه، فما القبول بعد في الخطبه يولي نوع من الحب، بعد تولي قبول حب وعشره، يظهر لي ثلاثة حاجات مهمين نبنيو عليهم برشا حاجات أخرى بعد إن شاء الله. الوسادة تغلب الوالدة ولا؟ الوسادة تغلب تعتمد على الراجل. أما أنت والراجل تغلب تعتمد. أما مش فما اللي تغلبوا 100% وفما اللي 50% بالبورسنتاج. ما كانت الأم هذيك ما تتنسس؟ في لا لا الأم وحدها كل حاجة في بلاصتها، الأم وحدها وبناتك وحدها ومرتك وحدها. الراجل يلزم يفصل بين الأم وبين المدام. انت بصراحه انت تنجم تفصل بين تربيه صغارك وبين مرتك، الاهتمام الكل ما مشيش لصغارك وخليت مرتك غير اهتمام، ولا حاولت توفق بينهم الزوز؟ بالعكس انا والمدام اثنين مركزين على اولادنا تبارك الله، نربي اولادنا. هاي اكيد اكيد احنا عايشين ليهم وباش نكبروهم وقريناهم بالبدا وحطيناهم في الطريق الصحيح والحمد لله. مش نلخصوا معناتها نلقاو علاقه زوجيه ناجحه، الحاجه الاساسيه الركن الاساسي لازم يكون متوفر اللي هو اللي متوفر الاصل الدين ديما نرجعوا لديننا ديننا. راهو كي تاخو حتى راجل عنده فيه شويه دين معناتها ما تخافش منه، معناتها دينه ديما يرجعوا، راهو حتى امساكم كما يقول امساكم بمعروف او تركم باحسان، ما يضرهاش ما يعيرهاش ما يضربهاش ما يهينهاش. ايوه وكما يقول سيدنا محمد خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. على قد ما تكون انت باهي مع مرتك على قد ما تكون انت في مرتبه سيدنا محمد تولي في الواحد. وكي تولي قوه الراجل يتحمل التنرفيز ويتحمل الفواتير اللي تحكي عليها ويتحمل كل شيء. هذا السلسله باش يتحمل ما دام اقرب اثنين قلب الراجل شنو نختمه؟ العشرة الطيبة والصبر. نقول لك كرش. ليه والله كلمة غالطة. فما حاجة بركة نحب نقولها أنا للرجل التونسي ولا للرجل بصفة عامة. أنت معاك وردة، معاك زهرة، دخلت لدارك وأنت تحبها، صدقني كي ترويك الزهرة هذيك بكلمة طيبة، هي باش تطلع لك نوارات وزهرات راهو. أنت اهتم بها، أنا هذه رأيي، اهتم بمرتك تلقى عائلة سعيدة ومتوازنة. امرأة مدمرة نفسيا باش تطلع لك أولاد معقدين غير متوازنين، والعكس هو الصحيح زاد. خاطر
تعطيها شويه هي باش تعطيك برشا وداك باش ينعكس على الدار بالطبيعة. بارك عليك ويعطيك الصحة زوز. اخر كلمة للأستاذ شنو تحب تقول له؟ نحبك برشا يا عمري. الله أكيد أكيد عمري وبعد عمري هي كما نقول. ربي يفضلك. خليك خليك بارك الله فيك.